مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة، أو ليست حياتي وحياتك قصة، إن طالت أو انقصرت، مع في الاستوديو المرنم الجميل منير حبيب. دي قصة حياتي ضامنها في إيديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. دي قصة حياتي ضامنها في إيديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيه. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيه، الحلوة اللي فيه. بشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا، سواء بيزوروا موقعنا على شبكة الانترنت زي ما هو موجود قدامك على الشاشة، أو بيرسلونا بالخطابات، أو بيقولوا تعليقاتهم في فيديوهات وصلت لينا عن التعليقات. بنقدر كل الآراء، سواء اللي بتشوف حاجات إيجابية أو سلبية في البرنامج، فإحنا عايزين نطور البرنامج لفائدتك وفائدتك عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة. قصتنا النهاردة قصة جميلة بعنوان أبي يعرفني، وقصة النهاردة غالية عليا جدا لأنها قصة حقيقية، بس مش كده، لكن لأني قريتها لصديقي وزميلي وخادم الرب الحلو أخويا صفوة تدرس، اللي بيخدم ربنا بكل أمانة، واللي خدمنا الرب مع بعض سنين طويلة وشرفني الرب. عشان كده أنا بنقل عنه هذه القصة وبرحب بيه وبصلي لأجله وبطلب أنه يصلي لأجل برنامجنا كمان. حكى خادم الرب صفوة تدرس هذه القصة الحقيقية، نقلها من بلجيكا. بيقول أنه في مناجم الفحم في بلجيكا، الناس اللي هم بيعملوا في مناجم الفحم بيطلع وشهم كله فحم، يعني كله أسود كده، مش شايفين حاجة خالص، المعالم مطمورة. ولا الصغير واقف قدام منجم الفحم في بلجيكا بيقولوا له أنت واقف هنا ليه؟ قال أنا واقف علشان بابا هيطلع من المنجم وهروح معاه. قالوا له طب كويس، بس أنت هتعرف بابا إزاي؟ ده كلهم بيطلعوا سود كده، ما فيش فرق بينهم. قال أنا صح مش هعرفه، لأنه كم الفحم اللي نزل على وشه مش هعرفه، بس أنا متأكد هو هيعرفني، وأول ما يشوفني هيعرفني، وأنا حتى لو ما عرفتوش هو هيعرفني وهياخدني بإيديه وهنروح مع بعض ونقضي يوم جميل مع بعض. أبي يعرفني حتى لو أنا ما عرفتهوش. دي قصتنا النهاردة الحلوة، لكن في القصة دي تكملة ومعنى جميل جدا سأستكمله معك عزيزي المشاهد بعد أن نستمتع معا بهذه الترنيمة الحلوة مع مرنمنا الحلو منير حبيب. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة. ماشي معايا وما بتنساني، مالي حياتي هتف وأغاني. ماشي معايا وما بتنساني، مالي حياتي هتف وأغاني. إن نسيت الأم رضاها أبدا أنت ما بتنساني، إن نسيت الأم رضاها أبدا أنت ما بتنساني، أبدا أنت ما بتنساني. ياللي فادتني ربي وحدك، ياللي شريت نفسي بدمك، من زيك في رقة قلبك ولا يا ربي في عظمة حبك، من زيك في رقة قلبك ولا يا ربي في عظمة حبك، من زيك يا ربي. من أجلي مشيت في البرية وجربت كل أسية، علشان كده بتقدر ألمي، أصلك عارف كل ما بيا، أصلك عارف كل ما بيا. ياللي فادتني ربي وحدك، ياللي شريت نفسي بدمك، من زيك في رقة قلبك ولا يا ربي في عظمة حبك، من زيك
في رقة قلبك ولا يا ربي في عظمة حبك من زيك يا ربي. لما حزن انت تعزيني وان بكيت تمسح لي دموعي كل ألامي بتهرب مني. لما تجيني في لحظة يسوعي كل ألامي تهرب مني. لما تجيني في لحظة يسوعي لما تجيني في لحظة يسوعي يلي فادتني ربي وحدك يلي شريت نفسي بدمك من زيك في رقة قلبك ولا يا ربي في عظمة حبك من زيك يا ربي. شوفوا يا ناس ده يسوع هناني مالك قلبي وكل كياني من غيره بيريح قلبي هو حياتي وكل أمالي. من غيره بيريح قلبي هو حياتي وكل أمالي هو حياتي وكل أمالي. ياللي فادتني ربي وحدك ياللي شريت نفسي بدمك من زيك في رقة قلبك ولا يا ربي في عظمة حبك من زيك في رقة قلبك ولا يا ربي في عظمة حبك من زيك يا ربي من زيك يا ربي من زيك يا ربي. آمين. مين زيك يا ربي. شوفوا يا ناس ده يسوع هناني. رنم لنا منير حبيب. شوفوا يا ناس ده يسوع هناني مالك قلبي وكل كياني. أيوة. مين غيره بيريح قلبي هو حياتي وكل أمالي. زي ما قصتنا النهاردة بتحكي عن أبي يعرفني. الولد الصغير اللي قدام منجم الفحم منتظر باباه وعارف انه مش هيقدر يميز شكل باباه من كتر ان كل الوجوه عليها الفحم. لكن قال انا مش عارفه بس هو 100% هيعرفني وياخد بإيدي ويتحرك. عزيز المشاهد اخت المشاهدة امام ادراكي وادراكك ان الله يعرفني في اتنين اتيتيود. يعني هناخد وضع من الاوضاع. يا اما هنخاف جدا ونحاول نهرب وده اللي ما اتمنالهوش لا ليا ولا ليك. يا اما هنقرب ليه زي هذا الطفل. والناس اللي بتحاول تهرب من ربنا علشان هو بيعرف عنها كل حاجه. الناس دي يعني ما تزعلش مني، يعني يهرب من ربنا زي عصفور مثلا في قفص. وانا احطه في قفص وبيحاول يهرب مني، هيهرب فين؟ مش ده اللي قاله داوود النبي في مزمور 139، أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماء فأنت هناك، إن أخذت جناحي الصبح وفرشت في الهاوية فأنت، يعني هروح منك فين؟ لكن نفسي إن زي ما الطفل ده كان فرحان إن باباه بيعرفه، أنا وإنت نعرف إن ربنا، نفرح إن ربنا بيعرف عننا كل حاجة. همر معاك في بعض الأشياء اللي ربنا يعرفها عننا. هو يعرف عنا كل حاجة. زي إيه مثلا؟ يعرف الدي إن إيه بتاعنا، الجينات، الكروموزومات. مكتوب كده في سفر أرمية وأصح واحد وعدد 5 بيقول كده: قبلما صورتك في البطن عرفتك وقبلما خرجت من البطن قدستك. يبقى بيعرف عني قبل ما اتخلق، اللي هي الآية الجميلة اللي تبدأ السلسلة الجميلة اللي موجودة في رومية 8 اللي أنا بحبها، وده فكرة الله قبل أزمنة في الأزل. بيقول كده: لأن الذين سبق فعرفهم، دي البداية، الله يعرف عني كل حاجة. الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. يعني ربنا
بيعرف عني كل حاجة ويعرف تركيبتي. مرة كنت داخل المطار في أمريكا والضابط اللي هو وأنا داخل طبعا كل مرة تدخل المطار في أمريكا تتصور ويصور وشك وياخد بصمات إيديك. فضابط طلع مسيح حقيقي وتكلم معايا أن أنا عارف أن أنا خادم. فقلت له أنت بتاخد بصماتي يعني بصماتي ده أنت عندك كتير أكيد عندك بصمات كتير في الكمبيوتر اللي قدامك. ضحك كده وقال لي أكتر من 4 مليار بصمة. 4 مليار بصمة وبصمتي مش هتشابه ولا إنسان في الدنيا دي بصمته بتشابه مع التاني. فرحت أنا. تعرف حسيت بإيه؟ هتقول علي متكبر بس دي الحقيقة. حسيت إن ربنا خلقني أنا بس والموديل كسره بعد كده ما عملش تاني. هو القالب كسره خلاص ما فيش مني تاني. هتقول ده متكبر. لا ولا أنت ولا أنت. يعني ربنا صنعك صناعة مميزة في مزمور 139 يقول إنه بيشكر الله لأني قد امتزت عجبا. أنا مميز يا رب. الله يعرف عني كل حاجة في الطباع في الجينات. كمان ربنا بيعرف اسمي. يقول خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. ومكتوب يدعو خرافه الخاصة بأسماء. قال لي زكى يا زكى انزل. ونثنائيل قال قبل أن رآك في لبس تحت التينة يعرف أخلاقياتي وطباعي صفاتي. بيعرف اسمي. بيعرف كمان جبلتي. يقول إنه يعرف جبلتنا. مزمور 102 يذكر إننا تراب. نحن بيعرف ضعفاتي ومش سامحني في التعبير ينخور لي فيها يعني يجي على الضعف بتاعي ويقعد يعايرني بيه. بالعكس ده بيعرف جبلتنا علشان يترأف علينا ويرحمنا. بيعرف جلوسي وقيامي. مزمور 139 بيعرف أنا رايح فين. بيعرف أفكاري. فهمت فكري من بعيد. مسلكي ومربضي ذريت وكل طرقي عرفت. بيعرف حتى حماقاتنا. ومزمور 69 يقول يا الله أنت عرفت حماقتي وذنوبي عني عنك لم تخفى. بيعرف حتى خدمتنا وتعبنا زي ما مكتوب في سفر الرؤيا صح 2. بس أنا هقف عند أنه بيعرف حماقاتي وذنوبي عنك لم تخفى. عزيزي المشاهد كل الخطايا اللي عملتها زمان ونسيتها وقلت ربنا نسيها هو عارفها. هتقول لي يوه بقى هتفكرني ليه بيها. هفكرك علشان يغفرها لك. اوعى تعمل زي يونان اللي هرب من ربنا وما قدرش يهرب وربنا جاب له حوت وانت عارف القصه. تعال له مكتوب من يكتم خطاياه لا ينجح ومن يقر ويعترف بها يرحم. قل له يا رب انت تعرف كل حاجه عني. انت ابويا انا جاي لك بعشم جاي لك. انت مش عايز تاذيني ولا تعذبني. انت بتعرفني باسمي. انا ملكك يا رب. انت عارف طباعي. استخدمني زي ما انت عايز. وإلى حلقة قادمة من برنامج حياتك. عزيزنا المشاهد إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في القصة اكتب لنا على عنوان البرنامج. ماشي معايا وما بتنساني مالي حياتي هتف وأغاني. ماشي معايا وما بتنساني مالي حياتي هتف وأغاني. إن نسيت الأم رضاها أبدا أنت ما بتنساني. إن نسيت الأم أنا وإنت نعرف إن ربنا نفرح إن ربنا بيعرف عننا كل حاجة. يعرف الدي إن إيه بتاعنا. كمان ربنا بيعرف اسمي. قال ولا إنسان في الدنيا دي بصمته بتشابه مع التاني. فرحت أنا. تعرف حسيت بإيه؟ حسيت إن ربنا خلقني أنا بس والموديل كسره بعد كده ما عملش تاني. ولا يا ربي في عظمة حبك من زيك في رقة قلبك. ولا يا ربي في عظمة حبك.